صباح الخير. اليوم من الدفنة حبيت ابتدي نهاري معكم من هالمنطقة الحلوة اللي هي بوسط الدوحة، من هالفيلا الرائعة صراحة اللي موجودة بهالمنطقة. هذه الفيلا نحن شاغلين فيها كل شيء بيختص بالانتيريور، فيت اوت، تشطيب الداخلي، بورسلان ارضيات، درج رخام، حمامات كمان بورسلان اسباني مع مغاسل رخام، مع مطبخ داخلي ومطبخ خارجي ايطالي. هلا رح نشوف مع بعض الاشياء اللي اشتغلناها جوا وقديه الديزاين اللي كنا عاملينه اتطبق على الواقع بطريقة كتير مرتبة وبروفيشنال. هاي الفيلا تقريبا شارفت على الانتهاء من شغل التشطيب الداخلي. هذا الموقع نحن بالدفنة شغالين فيه أرضيات بورسلان 120 ب 120، رخام درج، درابزين درج، الحمامات بورسلان، أرضيات الغرف، المطابخ داخلية ومطابخ ستانلس ستيل خارجية. هلا رح نشوف تقريبا نحن قديه اشتغلنا بهالفيلا، شو الايتمز يلي استعملناهم. مبدئيا أكثر من 90% من الشغل الانتيريور كان معنا مع شركة الدهليز بالبراندز اللي موجودة عنا وبالايتمز اللي نحن بنشتغل فيها. رح بلش أنا وياكم بالأرضية. مثل ما عم تشوفوا هالأرضية هي 120 ب 120، هيدا القياس صراحة كتير حلو على الأرضيات، خاصة إذا في المساحات يعني تكون ميديوم لمساحات كبيرة. هذه مميزات البلاطة، بتجي أول شيء إسبانية مثل ما قلنا زيرو جوينت، طبعاتها مثل كالاكاتا جولد، عرقها صحيح إنه عشوائي بس طريقة التركيب بس تكون ماشية بنفس الاتجاه تعطي كتير شكل حلو للمكان اللي تركبت فيه. مثل ما بنشوف لمعتها هيدي بولشت، لمعة بيقولوا لها ليفي جلاس، يعني لمعتها كتير بتشبه لمعة الرخام. مثل ما شايفين هيدي الدور الأرضي كامل نحن عاملين نفس البلاطة 120 ب 120. مثل ما شايفين رح ننتقل على الدرج. نحن اخترنا لون الكريستال امبرادور بالدرج لأنه هو اللون اللي كتير ماتشينج وكتير بيلبق على هالبلاطة اللي هي شغلين الكالاكاتا جولد. يعني مثل ما عم تشوفوا العرق اللي موجود بالبلاطة، عرق الذهبي العسلي مع الجراي، هو نفسه نحن اشتغلناه على الدرج عشان نطلع كومبينيشن بين اللونين بالبيت، خاصة بالدور الأرضي. مثل ما عم تشوفوا هذا الدرج هو نوع كريستال امبرادور مثل ما قلنا 2 سنتي هاف راوند، معمول كله مقطع من ألواح. مثل ما شايفين طالع الدرج للطابق البنت هاوس. وهلا حاليا نحن عم نركب العواميد يلي هن الدرابزين الرخام. الدرابزين رح يركب هون. هلا نحن مبدئيا الاسبوع الجاي بنبلش تركيب الدرابزين. هدول العواميد اكيد رح ينقصوا بطريقه مبدئيا 45 على حسب كيف طالع الدرابزين. بهالطريقه بيرجعوا بينقصوا بهالطريقه بكمل لفوق. الدرابزين رح يكون نفس لون الدرج اللي هو كريستال امبرادور، هيك بكون كمان في كومبينيشن درج كريستال امبرادور، الكولمز العواميد لون اوف وايت مع جراي، والمسك الدرابزين رح يكون كريستال امبرادور. هذا تقريبا الشغل الدور الارضي مثل ما شايفين الالوان كيف تنسقت مع بعضها، كيف انشغل البورسلان مع الرخام الدرج. رح انتقل انا وياكم هلا للحمامات لفرجيكم كمان نحن كيف اشتغلنا الحمامات، ومن بعد رح ننتقل للمطابخ كمان. بالفيلا هون نحن عنا تقريبا اكثر من 8 حمامات، هيدي بدون المغاسل الرخام، يعني بين دور ارضي دور اول بنت هاوس مع المجلس. نحن الديزاين اشتغلناه عنا بالمكتب بالشركه بصاله العرض. هذا تقريبا الديزاين كان الكونسبت لكل الحمامات. كنا عم نحكي عن مغسلة كريستال امبرادور، عم نحكي عن شاور بقلبه فيه الفتحات كمان كريستال امبرادور، وعم نحكي عن الارضية اللي هي بورسلان خشبي، والحيط هو بيكون البورسلان لونه ابيض على جراي مات. فرح خليكم تشوفوا قديه هي الديزاين. كان تقريبا نفس الشغل اللي تنفذ على الموقع. هذا البلاط الأرضية اللي هو البورسلان الخشبي، تجي قياس البلاطة 60 ب 20، وعنا الحوايط هي كمان بورسلان إسباني كمان من عنا قياسها 80 ب 36،
كمان طبعا الكلاكاتا جولد بتيجي مع فينيش. ومثل ما شايفين المغسلة كمان هي كريستال امبرادور اللي هو البيت بتحسوه كله نفس الكونسبت، نفس الالوان نفس التيم شغالين فيه. وهيدي ما ننسى الفتحة اللي هي بالشاور اللي هي كتير هيدي مهمة وبتخدم منطقة الشاور، بنحط فيها كل الاشياء الاكسسوارات اللي بتنعز. وهذا هو تقريبا الحمام الوان وفاتحة وكل الالوان بتناسها مع بعضها. هذا المطبخ الداخلي، كمان المطبخ من عنا مطبخ ايطالي من ماركة اران كوتشيني. هذا المطبخ مودرن، كمان عاملين له ديزاين نحن 3D وعاملين له اوردر وتقريبا رح نركبه قريبا، بس لان كنا تقريبا البيت صار جاهز للتركيب. مثل ما عم تشوفوا كل الكهرباء والمي السوكتات كلها تم تمديدها على حسب الخرائط وعلى حسب الديزاين اللي نحن اشتغلنا عليه بخصوص المطابخ. هذا الديزاين اللي نحن اشتغلنا عليه هو تقريبا بهالشكل. عم نحكي عن المطبخ اللي هو هون، عم نحكي عن الفرن، بنرجع بنكفي عنا هون الكوكر الطباخ، وبنرجع بنكفي عنا هون الشباك والمغسلة تحت الشباك. وعاملين هيك ايلاند صغيرة جزيرة بالوسط كمان تتكون تخدم منطقة المطبخ. هذا الديزاين رح يركب نفسه من بعد ما تقريبا المطبخ يكون جاهز. مثل ما قلنا كل السوكتات الكهرباء تحددت اون سايت كرمال كل شيء يكون جاهز. حتى البورسلان اللي هذا المركب كمان من عنا هو 30 ب90 اسباني زيرو جوينت، وكمان هذا بيكون للمطابخ انتي باكتيريال وكثير سهل التنظيف بخصوص المطابخ. هذا المطبخ الخارجي، مطبخ الفيلا بالملحق الخارجي. هذا المطبخ كمان من عنا هو ستان ستيل ايطالي من ماركة بريماك شيف. هذه البراند معروف كثير بايطاليا، بتشتغل للهيفي ديوتي كيتشنز اللي هي المطاعم الفنادق او المطابخ الخارجية اللي بتستعمل هون بالبيوت. هذا المطبخ كمان جاهز للتركيب. هذا الديزاين اللي انعمل اللي هو اليونت سلايدنج دورز تحت وفوق ابواب جرار مع جرانيت. هيدي المغسلة هون حوضين، وعندنا هون منطقة الطبخ اللي هي الفرن، القلاية، الشواية، واكيد بيجي فوقها شفاط كبير. مثل ما شايفين حتى البلاط نحن نفس البلاط اللي انعمل بالديزاين تركب على الواقع اللي هو ياسو 75 اسباني، كمان من عنا بيجي لمعة وانتي باكتيريال. ومثل ما عم تشوفوا هيدي النقط الكهرباء صارت جاهزة، محل المي، عم نشوف المغسلة تحت كمان حددت نقطتها على الخريطة، والسوكتات الكهرباء كمان توزعوا على نفس التصميم. وهذا المطبخ تقريبا كمان جاهز، بس مثل ما قلنا ناطرين فترة بس كرمال الموضوع يتنظف ويكون كل شيء خالص مشان نحن نركب المطبخ بآخر مرحلة. مثل ما شايفين هذا هو شغلنا. الديزاينز اللي بنعملهم بالسايت بتنفذوا على الواقع بيطلعوا بعد احلى من الديزاين. وقد ايه التصميم مع التنفيذ قد ايه عم بيكون شيء ريل، يعني شيء كثير قريب من الاشياء اللي عم نعملها نحن بصالات العرض. مثل عم تشوفوا هذا شغلنا، واكيد رح لنا يكون فيديوهات ثانيه وبنشوفكم مره ثانيه بخير، والسلام عليكم.